منطقة الأنبار. هذه المنطقة هي يعني ذات أغلبية سنية، ونحن نتكلم بالطوائف، ولكن هذه المنطقة ذات أغلبية سنية. عندما يأتي المقاتل سواء من الطائفة الشيعية أو السنية أو المسيحية ويقاتل في تلك الأرض ويقتل ويستشهد، ما الغرض من ذلك؟ هل هو الغرض أن يأتي ليقتل أهل تلك المنطقة أم ليدافع عنهم ويحررهم؟ فحقيقة الإعلام لم يستطيع أن يوصل الفكرة بالشكل المحسوب. تكونت القوات والحمد لله وبدأت بصد الهجمات، أوقفت في بداية الأمر المد الداعشي الذي بدأ يتطور شيئا فشيئا، وبدأ بعض الدول للأسف يعني تورد لنا المقاتلين من كافة الجنسيات. يعني عثرنا على مقاتلين من الصين ومن حتى من كوريا ومن يعني أفغانستان وطاجكستان ودول، ومقاتلين من السعودية وأيضا مقاتلين من مصر ومقاتلين من الخليج العربي، يعني أنا لا أعرف الخليج العربي. والأدهى من ذلك أن أغلب العمليات الإرهابية حسب إحصائية وزارة الداخلية العراقية، أغلب منفذين التفجيرات الإرهابية الإجرامية الانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم في الأسواق العراقية ويفجرون نفسهم بين الأبرياء هم من الفلسطينيين. أغلبهم 80% منهم هم فلسطينيين الجنسية. يعني السؤال هنا، يعني يأتي الفلسطيني من فلسطين ويفجر نفسه في العراق وإسرائيل هي إلى جنبه؟ يعني للأسف يعني حسب وزارة الداخلية العراقية 80% وصورهم موجودة، ويأتون ويصورون أنفسهم ويقاتلون ويقولون في أحد تصوراتهم نحن نأتي هنا لنقوم الدين أولا ثم لنقاتل اليهود ثانيا. طيب تقوم الدين تقتل العراقيين، هل هم العراقيين يعني حماس ولا مش محددين من نحن لا نستطيع أن نحدد الفئة. هو فلسطيني ولكن أغلبهم من غزة تحت طائلة من لا نعرف. طب هل بعد إذن حضرتك برضو، هل الأحزاب اللي عندكم في العراق بتقام مثلا على أساس ديني على أساس طائفي على موجودة أساس في كل الأنواع موجود على أساس ديني؟ عندكم مفيش مثلا موجود على أساس بيحضرش أحزاب دينية على لا أساس لا لا دين؟ لا هو لا ما هو حضر هو مو لك اعتراف، هو قام حزب واقع. أنا قام حزب يدخل الانتخابات باسم آخر بعنوان آخر، يعني ممكن يكون الحزب نعم مسيحي وممكن يكون الحزب كردي مثل ما احزاب عديده كرديه طبعا بس هو كردي. طب من يسيطر على البرلمان العراقي؟ حضرتك يعني في الفيلم صورت لنا البرلمان نعم. العراقي الكراسي يعني فاضيه، ده يمكن تشبيه يعني ان هو كانه مش موجود، معقد ليس له دور. ليس له دور ليش؟ لان نفس الاحزاب الحركات الكبيره اللي تبتلب نقول الاصوات اللي اصبحت لها القدره والمال من يمتلكون المال؟ يعني رجال الاعمال مثلا؟ لا، الحركه نفس الحزب هو النظام الموجود البرلماني عندنا محاصصه، هي هاي الخطا الكبير. يعني مو مثل اوروبا، انت صاحب حزب وممكن تنسق مع احزاب اخرى ويكون لك عدد اصوات اكبر وتكون حكومه، لا احنا عندنا كل حركة لازم لها مقاعد في البرلمان نتيجة فوزها. طبعا احنا منقول على اساس انه على اساس ديمقراطي، الديمقراطي اللي هم الثوب اللي هم فصلوا ان امريكا ولبسونا على الثوب، مو يعني بكيفك انت يعني زين. فلما تجي الحركة الفلانية والحزب الفلاني اكو احزاب رئيسية، خلينا نقول تقريبا امثلها بعشرة، طبعا بيهم الحزب اللي هو ديني يعني مسلم او مسيحي، بالحزب القومي اللي هو كردي او عربي، بالحزب اللي على اساس طائفي اللي هو سني او شيعي، وبالحركه لا الشامله اللي مثل العراقي اللي حقيقه ملون يكون شيعي سني مسيحي، ولكن ما الفائده وهو فاسد؟